تسريبات وملخص احداث الحلقه 74 من مسلسل كريستال. النهارده هنتكلم عن ملخص سريع لاهم الاحداث. تقدروا تتابعوا التفاصيل كامله على القناه عندي، لكن النهارده حبيت اعمل لكم ملخص سريع للاحداث المهمه وتسريبات كمان مؤكده لاحداث الحلقه. في بعد ما شافت الخبر المنتشر بين جواد وبين نور والناس كلها بتتكلم عن علاقتهم، بتكون متضايقه وبتروح وبتتخانق مع دكتور جواد في الفندق، وساعتها بيقول لها انت عايزه مني ايه؟ اعمل اللي انا عايزه، انت دلوقتي المفروض تطلقي، ما طلقتيش لحد دلوقتي ليه؟ ليه ما اتكلمتيش مع باسل؟ المفروض انك انت تتكلمي مع باسل، ولا انت مش قادره تستغني عن العز والفلوس وماركه كرم اللي انت فيها؟ واكيد طبعا هيكون صعب عليك تسيبي ده كله. بيتهمها اتهامات جارحه وان هي مش عايزه تطلب الطلاق من باسل علشان خاطر مصلحتها وعلشان خاطر ما تسيبش كل ده. علشان كده في بتروح علشان خاطر تتكلم مع باسل في الموضوع بتاع الطلاق، بعد ما اتفقت مع دكتور جواد ان هي خلاص هتتطلق فعلا من باسل علشان يتجوزوا ويكونوا مع بعض. في كل ما تحاول تتكلم مع باسل بيحاول ان هو يهرب منها. في كل ما تقول لباسل انها عايزه تتكلم معاه يقول لها ان هو مش فاضي وانه مش عايز يسمع، وبيسد ودنه وبيطلع يجري على طول، بيكون خايف. وطبعا الا ممكن في تطلب الطلاق وهو عارف ومتاكد ان ده هيحصل عاجلا ليس اجلا، علشان كده بيرفض يتكلم معاها وبيقول لها ان هو هيتكلم معاها بعدين. وبعد كده في بتتخانق مع دكتور جواد علشان خاطر موضوعه مع نور، وبيقول لها اتطلقي وتعالي، وساعتها قالت له ان هي اتخلت عن كل حاجه وحتى سابت شغلها، وكمان بطلت ان هي تروح كتير. علشان كده بتستقيل مساعدة في وبتقولها راح الحماس منك، كان نفسك تكوني في كرم، كان نفسك تنافسي الماركة بتاعت عالية وتكوني حاجة، لكن انا حاسة دلوقتي انك انت مبطلتي اصلا تيجي، والمفروض نعمل عرض ازياء مهم جدا وانت مش عايزة تشوفي شغلك، وانا اسفة جدا لازم استقيل واسيب المكان وامشي. وبتستقيل بالفعل، وفي بتكون مش عارفة تعمل ايه، بتفكر في موضوع طلب الطلاق من باسل، وفي نفس الوقت جواد جرحها كتير بالكلام. علشان كده بتقرر ان هي تشتغل وتحط بس همها كله في الشغل علشان تكون حاجة. اما عن عليا فبتكون منهارة بعد موضوع اثبات ان رحاب هي امها، وبيروح باسل وبيحاول يهديها، وبعد كده بيطلب منها ان هي تتكلم مع دكتور عامر، وان الكلام مع دكتور عامر حيفيدها كتير جدا. وعلى غير العادة بتوافق عليا على طول ان هي تقابل دكتور عامر وتقعد معاه، وبتنزل بالفعل علشان تتكلم مع دكتور عامر وتفسح له قلبها، بتقوله على كل حاجة وبتفشي السر اللي في حياتها اللي معذبها ومخلي ضميرها دايما صاحي. السر ده هو موضوع باسل. عليا بتفتح قلبها لدكتور عامر وبتقوله ان هي السبب في كل اللي حصل لاخوها من وهو صغير، وان هي كانت بتغير منه لانه هو اللي قتل امها، كان فكرها كده، ولان امها ماتت بعد انجاب باسل على طول، وكانت بتتضايق من صوته العالي علشان كده كانت عايزه تكتم نفسه بالمخده وكانت عايزه تخلص منه، وهي سبب في اللي حصل له، وان حالته دلوقتي مش طبيعيه بسبب اللي هي عملته فيه وهو صغير. كانت منهاره وهي بتحكي سر كبير جدا في حياتها وخرجته لاقرب انسان ليها دلوقتي وهو دكتور عامر، بعد جواد ما بعد عنها وخلاص قال لها امشي في موضوع الطلاق علشان نخلص. وبالفعل اتطلقت من جواد ومبقاش ليها حد دلوقتي غير عامر، ومن كل ناحيه متضايقه طبعا، موضوع ان امها هي رحاب وفضحتها الكبيره، وكمان موضوع طلاقها من جواد. علشان كده بتفتح قلبها وبتتكلم مع دكتور عامر عن كل حاجه. فهي راحت تتكلم مع باسل في موضوع الطلاق وهرب منها كالعاده وطلع يجري على اوضته، جت تطلع وراه عشان تتكلم معاه، بتسمع صوت عليا بتتكلم مع عامر وبتبكي. قربت عند الباب وسمعت كل حاجه، فهي اتصدمت لما سمعت من عليا ان هي اللي عملت كده في باسل من وهو صغير، وان هي السبب في كل اللي بيحصل له. علشان كده انهارت وخرجت تبكي بعد ما عرفت الحقيقه. وعامر بيخرج وبيشوف فيه بالفعل بالشكل ده، وبيقول لها يا ريت ما تقوليش اي حاجه لحد، وما تستغليش كرهك لعليا انك انت تعرفي باسل موضوع ان اخته عليا هي سبب في كل ده. وبيجي بعد كده جواد وبيهزق فيه وبيتهمها اتهامات باطله، وان هي مش عايزه تتطلق علشان خاطر بس تكون موجوده مع باسل علشان خاطر الفلوس وعشان خاطر ماركه كرم وعشان خاطر كل ده، وبتكون طبعا مش عارفه تعمل له ايه.
لكنها بتركز أكتر في شغلها. ده كان ملخص سريع لأهم تسريبات أحداث الحلقة 74 من مسلسل كريستال، وتقدروا تشوفوا القناة عندي فيها جميع التسريبات. وأشوفكم على خير، واشتركوا في القناة. باي باي.